يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكلت علي هذه العبارة وهي قول المصنف رحمه الله: الطاعة مشتركة بين الله ورسوله، أما العبادة فخاصة بالله تعالى. نعم، واضح هذا يا أخي. الله جل وعلا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأحيانا نفرد الرسول: أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول هي اتباع أمره، اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. فطاعة الرسول طاعة لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه مبلغ عن الله. وأما العبادة فهي خاصة بالله عز وجل، لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم.